الشكر لإنجي القاضي، أهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة والمفتوحة للضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، حيث بدأ الإعلام الإسرائيلي تأكيد ما انفردت به الحدث بمقتل فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن، وهو أكبر معاوني حسن نصر الله زعيم حزب الله. يدعوت أحرانوت كشفت أنه لم يتم إبلاغ الوزراء في المجلس السياسي الأمني بالهدف قبل تنفيذ عملية الضاحية الجنوبية لبيروت، ذلك خوفا من التسريبات. ونقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المعلومات كانت دقيقة وفؤاد شكر كان موجودا بالمبنى والقنابل أصابت الهدف بدقة. وقالت مصادر الحدث حزب الله فرض طوقا أمنيا حول مستشفى الرسول الأعظم حيث نقل جثمان فؤاد شكر. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم في ضاحية بيروت الجنوبية كان ناجحا. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما للوضع على إثر هذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو طلع على الوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين في قاعدة كيريا في تل أبيب، مضيفة أن الاجتماع يأتي في أعقاب اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم على بيروت، مضيفا أن الأمر يعتمد على رد فعل حزب الله. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش لديه تأكيد على أن عملية الاغتيال قد نجحت وأن المعلومات كانت دقيقة بأن فؤاد شكر كان موجودا في المبنى والقنابل أصابت الهدف بدقة، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل تؤكد بأن الهجوم على بيروت سيؤدي لإطلاق نار كبير من جانب الحزب. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز لوزرائه بتجنب التصريح أو التطرق للعملية في لبنان. كما نقل موقع بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل رد إسرائيل على حادثة مجدل شمس بالجولان. من هو فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل في ضاحية بيروت؟ أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن بلاده تسعى للتوصل لحل يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم في سلام وأمن، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إن بلاده تستنكر الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، لافتا إلى أن بلاده تعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة. وأعرب أبو حبيب عن أمله في أن يرد الحزب بشكل متناسب حتى تتوقف موجة القتل. إلى ذلك تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات هاتفية من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والمبعوث الأمريكي الخاص أمس هوكشتاين ومدير الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليريند، وكذلك مدير الاستخبارات المصرية لواء عباس كامل ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وبحسب بيان الحكومة اللبنانية فإنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية وقف التصعيد والضغط على الجانبين لعدم تطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. لانا أهلا بك، آخر التطورات من عندك كانت الساعات الماضية تتحدث عن لربما تحركات على الأرض فيما يتعلق بفتح الملاجئ في تل أبيب وغيرها من المناطق، المزيد من عندك لانا؟ نعم، فقط دعني أبدأ بآخر التطورات وآخر البيانات. قبل 5 دقائق تقريبا من الآن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي خرج في بيان يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي استطاع القضاء على المدعي سيد محسن أو فؤاد شكر، وهو القيادي أيضا في حزب الله، وبالتالي لساعات يعني قليلة كنا ننتظر فيها الإجابة بالفعل هل نجحت إسرائيل باغتياله أم لا. لم يكن هناك معلومات كافية، ولكن الآن الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتياله ونجاح عملية الاغتيال في العمق اللبناني. طيب، في بيروت، وبالتالي بسبب نجاح طبعا. نذهب مباشرة إلى دانيال هاجاري من هناك، وكلمة من هناك. بمقبيل شماش مخسن كياد يمينو ويوتسو لعنياني تخنون ونيول الملخمة. لازلنا بانتظار الترجمة للمتحدث باسم الجيش. إذن الجيش الإسرائيلي وعبر دانيال هاجاري إذن يؤكد رسميا مقتل فؤاد شكر في هذه الضربة في الضاحية الجنوبية ببيروت. إذن هذه كلمة مباشرة لدانيال هاجاري، الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات يؤكد مقتل فؤاد شكر نتيجة الغارة التي استهدفت فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت. بشبات لفنوت ערב ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטת פלק מדגם איראני לעבר מג'ד אל שמס ופגע. طيب، في 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 تصريحات هاجاري حتى اللحظة إذن يقول قتلنا فؤاد شكر المعروف باسم الحاج محسن اليد اليمنى لحسن نصر الله. إذن فؤاد شكر هو القائد العسكري الأعلى في حزب الله. العاجل لكل المصابين، الجيش سيواصل العمل بكل طريقة للدفاع عن مواطني إسرائيل. نحن سندافع عن أنفسنا ولن نسمح بقتل الأطفال. نحن لا نسعى للحرب. في 8 أكتوبر فتح حزب الله حرب ضد إسرائيل، ولذلك قمنا بالرد على الهجمات التي يشنها حزب الله. حزب الله يجر لبنان وكل الشرق الأوسط إلى تصعيد. سكان الشمال نحن حتى الآن لم ننسى ما الذي حدث معكم في 8 أكتوبر، ومنذ ذلك التاريخ أنتم بعيدون عن منازلكم وفي حالة من عدم اليقين، لكننا مصرون على الاستمرار في القتال كي تعودوا إلى بيوتكم بأمان. وإلى جانب القتال في الشمال نحن نواصل القتال في غزة، وحيث لا يزال هناك 115 مخطوفة ومخطوفا، ونعمل وسنواصل العمل بكل الطرق من أجل توفير الظروف التي تعيدهم إلينا. نعمل في كل الجماهات بدفاع قوي وباستعداد عال للهجوم ولكل سيناريو. سنواصل العمل بعزم وبمسؤولية للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل. إلى الأسئلة.
האם בצה"ל מתכננים גיוס מילואים נוסף לאור המתיחות? هل يخطط الجيش الى تجنيد قوات احتياط من جديد؟ نحن في حرب منذ 7 من اكتوبر وهذه حاله الاستنفار قائمه نحن نقوم بتقييم الوضع وسنقوم بالإبلاغ عن كل المستجدات هل ستكون هناك روضات أطفال ورحلات يجب أن نقول أننا بحاجة إلى تغيير التعليمات بناء على الوضع الآن نقوم بتقييم الوضع على المستوى الاستخباري والعسكري والجبهة الداخلية وإذا تطلب الأمر فنقوم بتغيير التعليمات والسياسات وسنقوم بنشر ذلك في كل المنصات في هذه المرحلة أعود وأؤكد لا يوجد تغيير على توجيهات وتعليمات الجبهة الداخلية لكننا نطلب من الجميع اليقظة ومتابعة الوضع وإن كانت هناك تغييرات وإن حدثت تغييرات سيتم نشرها هل بهذا عملية الاغتيال هذه يكون رد إسرائيل على مقتل الأطفال انتهى؟ نحن نخوض حربا متعددة الجبهات مع حماس ومع المنظمة الإرهابية حزب الله وفي جبهات أخرى طوال الوقت قواتنا تنظر إلى كل الجبهات ونحن نسعى إلى تحقيق أهداف الحرب وسنواصل العمل بهذه الطريقة هل ينتظر حزب الله رد؟ هل ينتظر الجيش الإسرائيلي رد حزب الله أم ستواصلون الهجمات؟ حزب الله منذ 8 من أكتوبر ونحن نخوض معه قتال مواصل ما حدث في مجدل شمس هو حدث خطير جدا ونحن عملنا وسنواصل عمل ضد حزب الله من أجل تحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان ودون أي تهديد من حزب الله شالات 24 كيف تستعد إسرائيل لهجمات حزب الله وما الذي تفعلونه بالتنسيق مع الأمريكيين نحن مستعدون في كل الجبهات خاصة في الجبهة الشمالية ومستعدون لكل السيناريوهات على مدى الساعة ونعزز القوات إذا تطلب الأمر فيما يتعلق بالولايات المتحدة هي حليفتنا ومهمة لنا ونحن في حوار دائم مع الولايات المتحدة مع القيادة المركزية للقوات الأمريكية هناك تعاون كامل وتنسيق كامل معهم هل تتوقعنا إطلاق صواريخ على وسط البلاد؟ في هذه اللحظة سنقوم إذا حدث أي شيء سنقوم بإبلاغ الجمهور عليهم متابعة تعليمات الجبهة الداخلية وإبداء اليقظة يجب أن نفكر أننا في حرب ويمكن أن تجري أمور ليس فقط في الجبهة الشمالية فقبل فترة قصيرة تعرضت الأديب للهجوم نحن دولة تخوض حرب على مدى 24 ساعة في كل الجبهات لكن فيما يتعلق بالجبهة الداخلية حتى الآن لا يوجد تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية يجب إبداء اليقظة ومتابعة كل منصات الجبهة الداخلية لمعرفة أي تغيير في التعليمات شالات إسرائيل اليوم هل ستمتص إسرائيل أي رد على مدن وغيرها أم ستقوم بالرد لن أتطرق إلى خطط الجيش المستقبلية لدينا خطط لكل السيناريوهات وفي كل الجبهات ولن نقوم بتفصيلها هنا شالات ماكو ما هي استعدادات الجيش في الجبهة الشمالية بعد عملية الاغتيال هذه وهل تظن أنه سيسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم؟ نحن نسعى إلى تحقيق كافة أهداف الحرب ومنها أيضا الانتصار على حماس وأيضا توفير الظروف لإعادة المخطوفين وأيضا إعادة المواطنين والسكان إلى بيوتهم بأمان في الجنوب وفي الشمال
وبالنسبة لي لا توجد خطط أو تواريخ نتحدث عن هذا. نحن نعمل على تهديد وتحقيق أهداف الحرب كما وضعها المستوى السياسي. سأقول بعض الكلمات باللغة الإنجليزية. مساء اليوم قام الجيش بشن عملية محددة ومركزة في بيروت واستهدفت شكر المعروف باسم محسن وهو من أكبر قادة حزب الله العسكريين وهو قائد الوحدة الاستراتيجية في حزب الله وأد شكر كان اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله وهو مستشاره في التخطيط وتنفيذ وإصدار تعليمات لتنفيذ العمليات وأد شكر كان القائد المسؤول عن مجزرة مجدل شمس التي قتل فيها 12 طفلا قتلهم حزب الله بصاروخ إيراني من طراز فلك واحد استهدفهم في ملعب لكرة القدم في شمال إسرائيل صباح السبت مساء السبت. لقد كان يقود الإرهابيين وكان وعليه الكثير من دماء على أيديه الكثير من دماء الإسرائيليين وغير الإسرائيليين. منذ مجزرة حماس 7 أكتوبر انضم حزب الله إلى حماس في مهاجمة الإسرائيليين ومنذ ذلك الوقت أطلق حزب الله آلاف الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل منذ 9 شهور ونصف وهو يقوم بذلك وقتل مدنيين وجنود وأجبر 60,000 إسرائيليا على الإخلاء من منازلهم. الجيش لن يتسامح مع هذه الهجمات على جنوده ومدنيه. نحن نرد على هذه الهجمات بهجمات دقيقة على قيادات حزب الله وعلى القائمين بالأعمال الإرهابية والبنى العسكرية لحزب الله. حزب الله اعتداء حزب الله المتواصل وهجماته العدوانية تجر مواطني لبنان والشرق الأوسط كله إلى تصعيد أكبر ونحن نفضل حل هذه أو إنهاء هذه الاشتباكات بطرق أخرى لكن جيش الدفاع مستعد لكل السيناريوهات. لدينا واجب لضمان عودة آمنة وللإسرائيليين إلى بيوتهم في شمال إسرائيل وسنواصل العمل من أجل الدفاع عن كل مواطني دولة إسرائيل. شكرا لكم. إذن مشاهدينا كنا نتابع هذه الكلمة لدانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد ما انفردت به الحدث بمقتل فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن وهو أكبر معاوني حسن نصر الله. أيضا تحدث عن عملية الاستهداف في الضاحية الجنوبية وتحدث عن مواصلة العمل ضد حزب الله حتى إعادة سكان الشمال. أيضا لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية لكن دعا إلى اليقظة. حزب الله تلقى الرد المناسب ولا نريد حرب. من هذه الكلمات نبدأ بالنقاش والتحليل. من بيروت معنا الكاتب السياسي مروان الأمين. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. ما بعد هذه التصريحات يتحدث عن أنه الرد قد وصل بالفعل للحزب ولا نية للدخول في حرب مع لبنان، هل هذه الضربة اليوم بالفعل نقلت المواجهة إلى مرحلة جديدة؟ طيب، يبدو أن فقدنا الاتصال من بيروت مع الكاتب السياسي مروان الأمين ولكن سنعود إليه لاحقا. إذا نعود لنذكر بأبرز الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل عن المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. إذا كان فؤاد شكر مسؤولا عن بناء قوة حزب الله والتخطيط والتنفيذ
لعمليات تستهدف إسرائيل. طائرة مقاتلة تحدث هي التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. أيضا تحدث عن أن هناك تنسيق كامل لكل الخطوات مع الولايات المتحدة. من رام الله الآن نرحب بالمحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. كيف تتابعون كل هذه التطورات؟ مساء الخير وتحياتي لكم. يعني بعد ترقب هذا الرد كان منتظر، الكل كان يترقب كيف سيكون شكل الرد، وهل يستهدف الدولة اللبنانية أم حزب الله، وإذا استهدف حزب الله هل يستهدف منشآت أم شخصيات قيادية. وبالفعل اليوم انتهى هذا الترقب بهذا الاغتيال، وهو اغتيال إسرائيل تريد من خلاله أن تستعيد قوة ردعها، أن توجه ضربة موجعة ولكن مركزة لحزب الله واستهداف لشخصية عسكرية وليست سياسية. هذا كل هذه المعاني لها دلالات أن يكون القصف مركز. عندما نتحدث عن استهداف شخصية عسكرية كما تقول حضرتك أستاذ عصمت، وبالتالي هي ترسل رسائل بأن قواعد الاشتباكات لازالت قائمة، أي نحن لازلنا نستهدف فقط شخصيات عسكرية. على الأقل أمام العالم تريد إسرائيل أن توضح، وليس صدفة أنه الناطق هجاري قبل قليل في المؤتمر الذي عرضتموه تحدث عن مواصفات وتاريخ وسجل هذا القيادي، وأنه ونسب إليه الصاروخ الذي أطلق على مجدل شمس، وكأنه يقول أن هذا الهدف هو جاء ردا على هذه العملية، وبهذا يمكن إنهاء الجولة أو اعتبار أن الرد تحقق، وأيضا أن يكون هذا الأمر مسوغ على الأقل أمام الولايات المتحدة والعالم، وأن لا يجر إلى مواجهة، وأن يمارس دول العالم والولايات المتحدة تأثير على لبنان وعلى حزب الله كي لا يكون يعني الرد خارج عن السياق الذي يمكن أن يقود إلى مواجهة وحرب. التقديرات في إسرائيل أن حزب الله أيضا غير معني بالحرب، هو معني بأن يحافظ على قواعد الاشتباك، على المعادلات القائمة، أن يرد حتى مع حجم هذه الضربة، حتى مع حجم الشخصية المستهدفة، وأيضا ما أثير من لغط في بدايتها، يعني من اغتياله من عدمه. هو اللغط لأنه في البداية كانت الأمور غير واضحة، يعني ربما الحدث هي القناة الأبرز والوحيدة التي جزمت وكانت لها مصادرها، لكن حتى إسرائيليا في البداية كانوا يعني شبه متأكدين، ومن ثم عادوا وشككوا، ومن ثم الآن جاء التأكيد الرسمي والقاطع، يبدو أنه توفرت المعلومة. كان هناك خشية أن يكون يعني هذا الأمر مثل مصير محمد الضيف مثلا القيادي في حماس، أنه حتى الآن لا يوجد جزم أنه اغتيل أم لا، لكن واضح أنه تبينت المعلومة. رغم يعني القيمة العليا والمكانة الكبيرة لهذا المسؤول، إلا أنه حزب الله سيجد نفسه مضطر للرد. حزب الله لديه قواعد عمل وطريقة وأيضا أدوات لا يمكن التراجع عنها، لأنه أي تراجع يعني الحزب الآن حتى مع الإصرار الإسرائيلي والتأكيد على أن هذا الرد الإسرائيلي قد انتهى وبأن الرسالة وصلت للحزب، لكن تتوقع أستاذ عصمت بأن الحزب سيرد؟ وهل الرد الذي تتوقعه أستاذ عصمت يعني يثير ردة فعل إسرائيل وبالتالي ترد من جديد؟ يعني كما كنا نتساءل كيف سيكون رد إسرائيل، هل هو ضد الدولة أم ضد الحزب، هل هو ضد الآن أيضا أسئلة كثيرة في إسرائيل، هل يكون الرد في المركز في تل أبيب وضد منشآت، أم يكون ضد معسكرات مهمة أو قواعد عسكرية أو طيران أو غيرها، هل يكون بصواريخ أم بمسيرات، أن يكون مباشر أم يؤخر الرد حزب الله. يعني أيضا هذا الجدال وهذا التنبؤ، لذلك الآن نتنياهو يعقد جلسة تقدير موقف، يحاولون أن يستقرؤوا سواء من خلال معلومات استخباراتية أو من خلال تجربة الماضي أو من خلال يعني تقدير ما يمتلك حزب الله من أسلحة كيف سيكون شكل الرد. لكن اللافت هو أنه حتى الآن حتى هذه اللحظة لم تغير، وشدد أكثر من مرة هجاري أنه لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، لا تغيير على الحركة، لم يفتحوا الملاجئ، لم يدعوا الناس إلى في مسألة الملاجئ فتحت يعني في منطقتين في تل أبيب
وفي غير تل أبيب مسألة الملاجئ، وتحدث هاجاري في المؤتمر الصحفي بأن يجب على الجميع أن يكون يقظ فيما يتعلق بالتعليمات العسكرية. مسألة لا تغييرات في الجبهة الداخلية مع التأكيد على أن الوضع في الجبهة الشمالية على أهبة الاستعداد، يعني كيف نفهم لا تغيير في الجبهة الداخلية؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أولا بالنسبة للملاجئ، أحيانا تفتح الملاجئ بقرار من رئيس البلدية أو رئيس المجلس والسلطة المحلية بقرار داخلي محلي وليس قرار جبهة داخلية، ولذلك ربما هذا ما حدث في هذه الملاجئ. لكن أنا أقرأ هذا الأمر أنه التوقع أن لا يكون الرد فوري، وأيضا إذا كان صاروخي وهذا أيضا يمكن استشفافه من تصريح هاجاري أنه قد يتم اعتراضها، وأن الدفاعات الجوية في جهوزية عالية، الطيران في السماء، المضادات منتشرة، ويمكن التعامل مع الرد الصاروخي إذا كانت صواريخ دقيقة أو صواريخ بعيدة المدى لمديات طويلة. هذه بتقديري إسرائيليا يمكن التعامل معها بالدفاعات الجوية ومنظومة الدفاعات الإسرائيلية. وأيضا ربما الأرجح أنه التوقع أنه لا يكون رد فوري. حزب الله بالعادة يعني يتصرف بشكل منظم، الآن ربما يخرج ببيان يؤكد الاستشهاد ويلمح ماذا سيكون شكل الرد وكيف سيكون. هذه ليست أول مرة، على الأقل في هذه المواجهة منذ هذه الشهور العشرة الأخيرة، أكثر من يعني 4 إلى 5 شخصيات بارزة عسكرية ميدانية ومهمة تم اغتيالها، وكان الرد يتراوح في استهداف معسكرات وفي نطاق المدى نعم. الذي كانت فيه الحرب. الآن ربما الأمر يختلف، لأنه هذا اغتيال في الضاحية ولكن يعني وضد شخصية كبيرة، لكن سبق أن اغتاله في الضاحية صالح العروري، يعني بمعنى هذه ليست أول مرة يتم استهداف الضاحية. لذلك ربما هناك لدى إسرائيل تقديرات أن رد حزب الله سيكون أيضا هو مدروس وغير شامل ولا يكون إلى مواجهة. ودعنا لا ننسى أن هناك دول كثيرة الآن نعم. دخلت على خط الوساطة وتحاول أن تحتوي الموقف. شكرا لك من رام الله المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور على كل هذه الإيضاحات. بالنقاش والتحليل من عمان أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني. من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدمون غريب. ومن طهران ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع حضرتك دكتور حسين، كانت هددت ونوهت وحذرت طهران من استهداف الضاحية الجنوبية، ماذا بعد استهداف الضاحية؟ هل لطهران اليوم مصلحة في توسيع هذه الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. لا، ليس من مصلحة إيران أن تتوسع دائرة الحرب في المنطقة، والآن ما حدث هو استهداف لنقطة معينة قد يرد عليها باستهداف في نقطة معينة. نعم، إيران قالت أن الانتقال من حرب محدودة إلى حرب شاملة يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في المعادلة، ولكن نحن الآن لسنا بصدد تغيير كبير في المعادلة. صحيح أن الاستهداف جاء في بيروت، ولكن هذا لا يعني أن المعادلة قد تغيرت وأننا انتقلنا إلى حرب شاملة. أساساً إسرائيل هي غير مستعدة لحرب شاملة، وهذا الاستهداف أيضاً يدلل على ذلك باعتبار أن إسرائيل قامت بفعل وهي تتوقع فعل يتناسب معه ليس إلا. دكتور إدمون غريب مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هل الولايات المتحدة اليوم لا تزال قادرة على حماية قرارها السابق بمنع الانزلاق إلى حرب أوسع بعد هذه الضربة بعد استهداف الضاحية؟ تحياتي لك ولضيفيك الكريمين. من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال تأمل بالتوصل إلى شيء من التهدئة إلى حد ما، فأنها كانت تتوقع
قيام إسرائيل بعمليات بعد حادث مجدل شمس، بغض النظر عما إذا كان من هو المسؤول عما حدث، لأن الإدارة الأمريكية إجمالا تؤيد الموقف الإسرائيلي دون أن تأخذ بعين الاعتبار أي تحقيقات مستقلة، هي وحتى لم يكن هناك تحقيقات إسرائيلية. وبالتالي فأن هذا بغض النظر عن هذا الموضوع، فأن الإدارة الأمريكية كانت قلقة جدا من موضوع التصعيد في بين إسرائيل وبين حزب الله. وكما أعلن متحدث رسمي اليوم باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال بأنه الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل على منع التصعيد، وهي لا تريد التصعيد، وهي تعتقد أن التصعيد لا يخدم مصلحة أي طرف. ولكن في نفس الوقت الذي قالت فيه هذه الكلمات، وهو السيد باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلا أنه في نفس الوقت باتيل قال أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفس إسرائيل لها، وهي تواجه تحديات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ونحن لذلك نتفهم موقف إسرائيل. وبالتالي هذا يظهر تناقض في الموقف الأمريكي لحد ما، وفي أيضا ربما يظهر كما تفضلت حضرتك وأشرت إلى ضعف الإدارة وقدرتها على الضغط على إسرائيل. ورأينا أنه خلال الزيارة التي قام بها نتنياهو، على الرغم من المظاهرات الضخمة التي شهدتها الولايات المتحدة وانسحاب حوالي أكثر من 100 شخص من أعضاء المجلسين النواب ومجلس الشيوخ، إلا أن البقية كانوا وقفوا حوالي 78 أو 79 مرة ليصفقوا لنتنياهو. وبالتالي هذا أثار سؤال، من هو ملك الولايات المتحدة؟ هل هو بايدن أم أنه هو نتنياهو؟ ولذلك، ولكن على الرغم من كل ذلك، أعتقد أن هناك تغيرات. الموقف الذي تبنته نائبة الرئيس كاميلا هاريس برفض إدارة الجلسة التي كان يتحدث فيها نتنياهو هي أيضا رسالة بأن الولايات المتحدة غير مرتاحة لا لنتنياهو ولا سياسة اليمين المتطرف في إسرائيل. ولذلك أعتقد أن الإدارة في الوقت الذي أرسلت فيه حامل الطائرات إلى المنطقة، هدفها من ناحية إرسال رسالة أنها قد تدعم إسرائيل إذا تصاعدت القتال، أو أنها قد تكون هناك أيضا لنقل الأجانب وخاصة الأمريكيين الموجودين في لبنان. طيب، نرحب بضيفنا من عمان أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني. دكتور مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. بعد الإعلان الإسرائيلي بنهاية الرد الرسمي الآن في كلمة هاجاري، هل ابتعدنا عن الحرب الشاملة؟ صباح الخير لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. هي طبيعي مما لا شك فيه، تجربة 9 شهور أو 10 شهور تفيد بأن الأطراف تعمل جاهدة على الابتعاد عن الحرب الشاملة. وخلال 9 شهور الماضية والعشر شهور الماضية كان في هنالك تطورات دائما كانت الخوف أن تؤدي إلى حرب شاملة. أنا بتقدير الشخصي الآن بغض النظر عما حصل من استهداف. طيب سنعود إليك دكتور المومني، سنعود إليك، فقط نريد أن ننوه، إذن هذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان أدت إلى مقتل الطفلين حسن وأميرة السيد محمد نجيب، إذن هذه صور الأطفال الذين توفوا نتيجة هذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. أعذرني على المقاطعة دكتور، أعود إليك من جديد دكتور حسن، تفضل. نعم، فلذلك احنا يعني بتقدير الشخصي الأطراف المباشرة بمجملها خلال العشر شهور أظهرت قدر من العقلانية بغض النظر عن التصعيد التكتيكي هنا وهناك بهذا الجانب. وأعتقد أن قناة الولايات المتحدة الأمريكية إيران قناة فاعلة بهذا الجانب بهذا الاتجاه، قناة فاعلة بدليل أن لغاية الآن مسألة الحرب الشاملة
قطعا لم تذهب الأطراف إليها. أيضف إلى ذلك إذا نتحدث عن أطراف عقلانية، الكل يعلم بأن الحرب الشاملة الجميع سيتأذى منها بهذا الأمر، وهنالك مسألة الردع الأمريكي. يعني هنا أنا بتقدير الشخصي الولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجيتها تنتج السياق الدبلوماسي الاشتباك من خلال سياقات دبلوماسية مبعوث وكل هذه الجوانب، وبنفس الوقت دبلوماسية إرغامية عبر بناء عسكري، إرسال حاملات. يعني وزير الدفاع الأمريكي وتحدث بأنه إذا ما هجم، إذا حزب الله هاجم إسرائيل سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن إسرائيل. فلذلك بتقدير الشخصي هذه الدبلوماسية لغاية الآن ناجحة. أضف إلى ذلك السؤال المركزي هو يعني لم تذهب الأطراف إلى حرب بالذات حزب الله وإيران لم يذهبوا إلى حرب مفتوحة. يعني ما الذي يدعوهم الآن أن يذهبوا إلى حرب شاملة في سياق عملية انتخابات أمريكية؟ الأمور غير واضحة في هذا الجانب، في هذا الأمر واضح بيمكن أنه إيران تفضل التعاطي مع إدارة بايدن أكثر من إدارة قادمة مثل ترامب، أخذين بعين الاعتبار التجربة السابقة في هذا الجانب. لكن طيب. أنا بتقدير الشخصي الأطراف راح تكون في، يعني راح يكون في نوع من الرد لحزب الله، لأن حزب الله أيضا بالنسبة له دائما بحرص على مسألة المصداقية، الكريديبيليتي، مسألة الردع في هذا الجانب. وأنا شخصيا أتوقع أن يكون الرد لحزب الله في سياق أهداف عسكرية مباشرة لإسرائيل، أو أهداف مرتبطة بسياقات عسكرية إسرائيلية بهذا الاتجاه. لأنه أيضا لا ننسى أنه خلال اليومين الماضيات في هنالك جهود دبلوماسية. طيب سنتوقف عند مسألة الجهود الدبلوماسية وأعود إليك بعد قليل دكتور. نتوجه إلى طهران من جديد إلى الدكتور حسين. دكتور حسين، يعني إيران مع هذه الضربة، مع حجم هذه الضربة يعني في شخصية المستهدف منها، تستطيع المساعدة في ضبط شكل الرد، رد الحزب الآن على إسرائيل؟ يعني ماذا تتوقع اليوم من طهران أن تبلغ الحزب في شكل هذا الرد؟ لأنه رد الحزب يبنى عليه ردود إسرائيل، خاصة مع إعلانها أن الرد الإسرائيلي من ناحيتها قد انتهى. يعني قيادة حزب الله أنا في تصوري هي تمتلك الحكمة في اتخاذ القرارات، وهي ليست بحاجة إلى توصية لا من إيران ولا من أي طرف كان. هي تتخذ قراراتها على أساس واقع. ولكن يا دكتور حسين، واضح والجميع يعلم أن المرجع الرئيسي لحزب الله هو إيران. يعني شوف، هناك تحالف بين إيران وكل قوى المقاومة، وإيران لا تنكر ذلك. نعم هناك تحالف بين إيران وحزب الله، ولكن شكل هذا التحالف تحالف استراتيجي كبير، لأن ومنذ تهديدات إسرائيل تتحدث طهران عن رد من الحزب، وتتخوف من مسألة توسع هذه الحرب، وتحذر إسرائيل من الذهاب إلى الخطوط الحمر. ها هي إسرائيل لمست الخطوط الحمر للحزب، لحزب الله في 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 لبنان. لا، الخطوط الحمراء التي رسمت هو الذهاب إلى حرب شاملة، ونحن الآن لسنا أمام حرب شاملة. يعني الخبر الذي قرأته قبل قليل، استهداف 3 أطفال، يعني هو هذا ليس هدف استراتيجي، بل هو يكشف يعني أن الكيان الصهيوني مجرم، وخاصة في حق الأطفال في غزة وخارج غزة. ما أريد أن أقول أن حزب الله لا شك أنه سيرد بشكل متناسب، وهذا ذكره أكثر من مسؤول في حزب الله. ولكن إذا ذهبت إسرائيل حرب شاملة، فإن المقولة التي قالها سماحة السيد حسن نصر الله أن الحرب ستكون بلا ضوابط وبلا سقوف، الموضوع هناك ممكن أن يتغير. ولكن لحد الآن ليست هناك من مؤشرات أن الحرب ذاهبة باتجاه حرب شاملة وواسعة. ما رأيك دكتور إدمون فيما يقوله ضيفي من طهران؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية وجهت رسالة إلى حزب الله من خلال الحكومة اللبنانية
وزارة الخارجية ذكرت فيها بأنها ترغب أو تأمل في أن لا يكون هناك تصعيد من قبل الحزب في حال قيام إسرائيل بهجوم بعد حادثة مجد الشمس. ورد حزب الله بالقول بأن إذا هجمت بيروت وهجمت الضاحية الجنوبية وكان هناك هجوم كبير فأن حزب الله سيرد، ولكنه سيرد على مواقع عسكرية إسرائيلية. وهذا على الأقل أعتقد أنه يؤشر على ما يجري في المحاولات التي نراها الآن. هناك لا توجد رغبة إيرانية في تصعيد القتال، لا توجد رغبة أمريكية في تصعيد القتال، ولا توجد رغبة أوروبية، حيث حذر الأوروبيون وانتقدوا إسرائيل بمواقفها فيما يجري في غزة. وبالتالي فإن كل هذه تقلق هذه الدول، لأنها قد تؤدي إلى تصعيدات لا يتوقعها أحد. قد نرى تصعيد بمشاركة، إذا استمرت العملية وتصاعدت، فأن سوريا ربما أو القوى المؤيدة لسوريا قد تهاجم الجولان مثلا. كان هناك حديث بأن حزب الله قد يقوم أيضا بالقوات الموجودة لديه في لبنان وفي سوريا بالتحرك لاتجاه تحرير الجولان وضرب القواعد العسكرية الأمريكية هناك. ثم كان هناك بعض الحديث الذي بدأنا نسمع عنه أكثر من في وسائل الإعلام المؤيدة لإسرائيل، بأن هناك حوالي 50,000 باكستاني موجودين في العراق، وهم قد يتوجهوا باتجاه لبنان وسوريا إذا تصاعدت الحرب. هناك طبعا الحوثيين، وهناك القدرة الإسرائيلية والقوة العسكرية الأمريكية. وإذا فعلا تصاعدت الأمور، أعتقد أنه سيصعب ضبط الوضع عندئذ. كما أن إسرائيل لا تزال تواجه انتقادات، أو القيادة الإسرائيلية لا تزال تواجه انتقادات حادة في الولايات المتحدة وداخل إسرائيل نفسها، ومن المعارضة من لابيد ومن حتى من قائد الجيش. وما رأينا أيضا الهجوم الذي جرى على القاعدة العسكرية في إسرائيل من قبل المستوطنين والمتطرفين اليمينيين. وهذه يظهر أن داخل إسرائيل هناك أيضا تضعضع وخلافات سياسية عميقة حول مجلس. طيب دكتور حسن، يمكن الاطمئنان إلى الضمانات الأمريكية التي تطلق من حين إلى آخر، الضمانات الإيرانية التي تطلق من حين إلى آخر، بمسألة أنه لا يوجد هناك احتمال لتوسع الحرب، لكن الحرب كل يوم تتوسع. يعني مما لا شك فيه ممكن الاطمئنان بذلك. احنا نتحدث عن طرفين رئيسيين هم من يتبنى الطرفين اللي في المواجهة المباشرة، إسرائيل طبيعي الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل بغض النظر عن شهيتها باتجاه الحرب تعلم بأنها لا تستطيع الذهاب إلى حرب شاملة ومفتوحة دون أن يكون هنالك ضوء أخضر ودعم أمريكي واضح بهذا الجانب. ولغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية قطعا لم تنطي هذا الضوء بهذا الجانب. الأمر الآخر إيران، وبتقدير الشخصي إيران يعني هلا بغض النظر مسألة استقلالية حزب الله ولا لا، لا يعني هذه هنالك أبجدية في فهم العلاقة الإيرانية مع حزب الله، يعني علاقة عضوية استراتيجية، وبالتالي إيران غير راغبة، وبالتالي دائما يعني قطعا تأثيرها على حزب الله في هذا الجانب. أضف إلى ذلك بغض النظر عن هذه الحالة الإعلامية وكأن هنالك عداء مستمر إلى الأبد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن القنوات الدبلوماسية نشطة حقيقة، ومن منطلق براغماتي واقعي متفقين على أنه لا نريد الذهاب إلى مواجهة مباشرة. أضف إلى ذلك مسألة إيران في السياسة الدولية في الشرق الأوسط لا نستطيع اختزالها فقط في مسألة غزة أو مسألة حزب الله. إيران في
هنالك عندها أهداف كثيرة، هنالك مصالح استراتيجية كثيرة في المنطقة، ما يحصل في غزة وما يحصل بين حزب الله وإسرائيل يستثمر سياسيا في سياق، لا ننسى أن هنالك مفاوضات مع الأمريكان مع العالم في سياقات ملفات أخرى بهذا الجانب. فبتقدير الشخصي الاطمئنان حاصل دائما عندما يكون هنالك وكلاء ويكون هنالك قوى أخرى كبرى هي بنهاية المطاف من تمتلك القرار بتقدير الشخصي. يعني هنا بنتحدث عن نوع من الحرب الباردة المصغرة، وبالحرب الباردة دائما الأطراف الكبرى والأطراف اللي تمتلك التأثير والقرار هي اللي بتتحكم حقيقة في مسألة أنه يمكن الذهاب إلى حرب أو لا يمكن الذهاب إلى حرب. وأنا بتقدير الشخصي مسألة اغتيال الضحية الجانبية لن يدفع إيران للدخول أو تشجيع حزب الله على حرب شاملة. يعني هل كان استهداف القنصلية الإيرانية في 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 دمشق وغيره أقل من استهداف مثلا قيادة في 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 حزب الله في هذا الجانب؟ فبتقدير الشخصي لا، يعني أنا يمكن الاطمئنان بهذا الجانب، ويمكن الوحيد اللي بده حرب بده يخرج من هذا المستنقع من خلال تصعيد أكثر هو نتنياهو. لكن نتنياهو يعلم أنه بعد 9 أو 10 شهور وهذا الانكشاف الاستراتيجي لإسرائيل بأنه لا يستطيع أن يذهب إلى جبهات مختلفة دون أن يكون هنالك غطاء أمريكي، خاصة مع تعاظم يعني إلى حد ما قوة المقاومة بغض النظر صحيح أن ميزان العسكري يميل إلى إسرائيل، لكن في نهاية المطاف هذه جماعات ليست بالسهلة إخضاعها في هذا الجانب. دكتور حسين، مسألة أن يستهدف حزب الله اليوم العمق الإسرائيلي مطروحة على الطاولة بعد هذا الاستهداف، قادر أصلا على أن يستهدف العمق الإسرائيلي؟ يعني حزب الله قادر على استهداف أي نقطة في إسرائيل، يعني من شمالها إلى جنوبها، ولكن حزب الله هو يعني واضح أنه يريد استهداف منطقة عسكرية أو قاعدة عسكرية معينة، إنه وهذا لا يستوجب الذهاب بعيدا إلى العمق الجغرافي. نعم، كل الفيديوهات التي عرضها حزب الله والتي صور من خلالها بنك الأهداف من الشمال إلى الجنوب هو يعكس قدرة لدى حزب الله في أن يصل إلى هذه الأماكن بعيدا عن القبة الحديدية وكل ما يملكه الكيان الصهيوني. من هنا الصواريخ والمسيرات أيضا يمكن أن تصل إلى هذه الأماكن كما وصلت يعني المسيرات التجسسية، ولكن لا أتصور أن حزب الله الآن يريد يعني يكون البادئ بتوسيع دائرة الحرب من حرب محدودة إلى حرب شاملة. ما رأيك أيضا أستاذ إدمون، وهل نتوقع رد يعني متفق عليه سيعلم به الجانب الإسرائيلي؟ أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد، وبالتالي فأنها هي أيضا تنصح في الوقت الذي وجهت رسالة إلى حزب الله عبر الحكومة اللبنانية، فأنها قد وجهت عدة رسائل مماثلة إلى الحكومة الإسرائيلية. فالإدارة، وهناك أيضا بعض الأصوات داخل المؤسسة الأمريكية الذين يعتقدوا بأنه يجب عدم التصعيد الآن، خاصة مع مجيء رئيس جديد في إيران له وجهة نظر تختلف عن وجهة النظر التيار المتشدد داخل الحكومة الإيرانية، والذي يركز على موضوع الانفتاح وتحسين العلاقات، تحسين الوضع الاقتصادي داخل إيران. وهؤلاء يطالبوا بإعطاء فرصة لمعرفة إلى أي مدى يمكن فتح تواصل وحوار مع إيران. هذا من ناحية. لكن من ناحية أخرى عندك التيار الجمهوري، القوى الجمهورية والرئيس السابق ترامب، الذين يضغطوا وبصورة دائمة ويتهموا إدارة بايدن بالضعف وبالتخاذل، وأنها هي التي تشجع بعدم تبنيها لموقف قوي وإرسال رسائل قوية لإيران ولحلفائها في المنطقة يجب أن تدفع ثمنا باهظا. ولكنني أعتقد بأن الإدارة الأمريكية لا تزال فيها أصوات
كثيرة تطالب بالتهدئة، لا ترغب في دخول حرب. الإدارة منشغلة بالوضع السياسي الداخلي، منشغلة بالحرب الأوكرانية، غاضبة من قيام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، وفي نفس الوقت لا تزال تحرض وعلى التوحيد على ضرورة قيام جبهة جديدة في منطقة شرق آسيا لمواجهة الصين. كل هذه الأمور تأتي في وقت واحد وتجعل الإدارة في وضع صعب، ولذلك لا أعتقد أنها تريد التصعيد أو الدخول في حرب، خاصة أن مثل هذا التصعيد لو جاء من قبل الولايات المتحدة فأن روسيا والصين قد تتدخلان، ربما ليس بطريقة مباشرة ولكن بتقديم مساعدات ودعم لإيران، وهذا ما يقلق واشنطن هذه الأيام. طيب دكتور حسن، من سيقوم بجهود الآن دبلوماسية للاحتواء؟ يعني هل نتوقع دور آخر غير دور الولايات المتحدة الأمريكية والدور الفرنسي وكلاهما لم ينجح في تخفيض؟ يعني في هنالك جهود بالأساس هي أمريكية، في هنالك جهود لكن لم ينجح أوروبية، لم ينجح في جهود منطقة كمان. لم ينجح، لكنها نجحت في ضبط واحتواء الحالة المجابهة بين حزب الله وبين إسرائيل. يعني هي تخيل أنه لم يكن هنالك جهود دبلوماسية فعالة ممكن كانت المسألة تتوسع. هلا واضح كانت الجهود الدبلوماسية مدعومة حقيقة، هنا بصر على مسألة التهويش أو الردع الأمريكي حقيقة بهذا الجانب. وأعتقد أنه العقلانية اللي موجودة عند إيران بنهاية المطاف أو حزب الله واحدة من أسبابها المسألة الأمريكية، يعني مسألة قدرة أمريكا والتزامها بالدفاع عن إسرائيل بهذا الجانب، أضف إلى ذلك الأمور أخرى. فلذلك يعني أنا بتقدير الشخصي هنالك أيضا لا تنسى ولا ننسى أن هنالك أطراف عربية كمان مثلا داخلة بوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة وهنالك الأمم المتحدة، في هنالك قنوات، لكن القناة الأكثر حقيقة واللي راغبين فيها الأطراف. يعني خلينا نحكي لك شغلة معينة، ممكن الإيرانيين بغض النظر عن حالتهم الخلافية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنهم يرغبوا في الإدارة الأمريكية على اعتبار أنها أكثر تأثيرا على ضبط الأمور وكل هذه الجوانب. الموضوع الأوروبي يمكن للأسف مش في مسألة غزة، أوروبا في عندها إشكالية في مسألة دورها السياسي الفعال في المنطقة في هذا الجانب، واللي يمكن دائما هو في ظلال الموقف الأمريكي. الآن في 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 أطراف أخرى في المنطقة نجحت في سياقات معينة منذ عام 2013 مثلا في سياق الاتفاق النووي بين أمريكا وبين بهذا الجانب. فلذلك في جهود، لكن يبقى الجهد الأمريكي الأكثر قدرة، لأنه بدي بس أضيف دائما في جهود الدبلوماسية والوساطة في صراعات معقدة أنت بحاجة إلى وسيط ذا تأثير حقيقة. وصلت الفكرة من عمان أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدمون غريب، من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. شكرا جزيلا لكم جميعا على كل هذه الإيضاحات. We'll be right back.
من بيروت معنا الكاتب السياسي مروان الأمين. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ مروان. نبدأ معك، ماذا وراء هذا الغموض من جانب حزب الله حتى اللحظة؟ نحن لازلنا نترقب بيان الحزب بعد هذه الضربة. مساء الخير لك والمشاهدين. للحقيقة الضربة كبيرة، وبالتالي أمر طبيعي أنه يصير فيه تأخير بالإعلان أو خروج موقف رسمي من قبل حزب الله. إذا منتطلع للضربة اللي صارت إلى وجهين، الوجه أول شيء بالشكل استهداف الضاحية لهذا الأمر، له رفع معنويات كبيرة بالنسبة لحكومة إسرائيل أمام باقي أساسها وأمام المجتمع الإسرائيلي. والشخصية المستهدفة هي أعلى شخصية تستهدف منذ بداية حرب أكتوبر حتى الآن، وبالتالي على جميع الأصعدة هناك تطور كبير حصل. وهذا الأمر حتى صياغة البيان أعتقد ومفردات البيان التي سيحملها هذا النعي لقيادي في حزب الله وما سيترتب على ذلك الاستهداف، كلها أعتقد يحتاج حزب الله لوقت طويل لصياغتها وللخروج بها، أولا إلى جمهوره، وثانيا إلى الرسائل التي سيوجهها للجهات المعنية سواء. لكن الرسائل التي يريد أن يوجهها مثلا إلى إسرائيل، رسائل هنا خطية أم رسائل على الميدان برد متوقع؟ أعتقد البيان سيساهم في صياغته، ستبدأ صياغته من بيروت وستنتهي في طهران، لأن الأمر ليس مجرد استهداف عادي أو مناوشات عسكرية عادية، الأمر هو يطال شخصية عالية جدا في المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله. والرد أيضا لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع طهران حتى الآن، وكما ذكر ضيفك من إيران أعتقد بأنه يختصر الأمر بأن هذا. لكن ضيفي من طهران يقول بأن الكلمة الفصل هي من الحزب، لا علاقة لإيران فيما يتعلق بالرد. ولكنه قال أيضا بأن هذا الاستهداف لا يعتبر تخطي للخطوط الحمر، التخطي للخطوط الحمر بالنسبة لإيران هي الحرب الشاملة على حزب الله، وبالتالي بالنسبة لإيران جميع الشخصيات وجميع الاستهدافات ومهما بلغ مستواها هذا الأمر يبقى تحت سقف الخطوط الحمراء طالما أنه لم يشكل تهديد وجودي لحزب الله. وهذا حقيقي كما ما ذكره ضيفك من طهران، بأن الحرب الشاملة حين يتخذ القرار بها في إسرائيل يعني بأن هناك تهديد وجودي لحزب الله. وأعلنت إيران أكثر من مرة بأنها ستتدخل إن حصل ذلك. يمكن للنظام الإيراني أن يضحي بالكثير من الشخصيات، يضحي بالحزب، لأنه نتحدث عن شخصية مهمة الآن في الحزب، الرجل الثاني كما يصفه الإعلام الإسرائيلي، مما لا شك فيه بأنها ضربة موجعة جدا، ولكنها ليست ضربة قاضية في بالنسبة لحزب الله. الضربة القاضية بالنسبة لحزب الله هي الحرب الشاملة التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل فيه النظام في إيران، لأن حزب الله هو درة التاج بالنسبة للنظام الإيراني، لا بل أعتقد بأنه خط الدفاع الأخير عن وجود النظام الإيراني، لأن أساس الثورة الإيرانية والنظام الإيراني يقوم على تصدير الثورة، وحزب الله هو عراب هذا الأمر خارج حدود. ومن هنا أسأل حضرتك أستاذ مروان، منذ 9 أشهر، منذ 8 أكتوبر، إسرائيل تنتقي القيادات في جنوب لبنان،
السؤال الآن، هل لدى الحزب الآن بدائل فيما يتعلق بالقيادات؟ نتحدث أيضا عن شخصية يصفها الإعلام الرئيس برئيس أركان الحزب. نعم. كما ذكرت بأن هناك مجموعة كبيرة من القيادات، سواء القيادات الوسطى أو قيادات المناطق، المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، القطاع الأوسط أو القطاع الغربي أو القطاع الشرقي، بالإضافة إلى فؤاد شكر الذي يعتبر قائد الأركان. هناك استهدافات موجعة حصلت للهيكلية العسكرية لحزب الله. أما بالنسبة للبديل عنها أو غيره، قد يكون هناك بدلاء، وأعتقد بأن يستطيع حزب الله أن يجد بدلاء لهم. وحصل سابقا بأنه تم اغتيال عماد مغني الذي يعتبر من أهم العقول العسكرية والأمنية عند حزب الله، واستمر حزب الله ووجد البديل له. ولكن الأساس هنا كما ذكرنا بأن هذه الشخصيات، طالما أن الحزب موجود، الحزب لا يتعرض لتهديد وجودي، هذا الأمر لا يشكل خطر كبير بالنسبة لإيران. يعني حتى الإيراني قدر، حصل اغتيال عماد مغنية، حصل اغتيال قاسم سليماني، حصل اغتيال مصطفى بدر الدين، والآن اغتيال فؤاد شقر. وكما حصل مع الباقين، لم يقم الإيراني أو حزب الله بأي رد يذكر أو كبير على هكذا عمل وهكذا شخصية مهمة بالنسبة في هذه الهيكلية العسكرية والأمنية. الأهم بالنسبة له هو وجود وهيمنة وسيطرة الحزب على لبنان. هذا لبنان بالنسبة له هو نافذته على الشرق، على البحر المتوسط. كما أيضا علينا أن ننتبه إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تضع أمامها هدف القضاء على حزب الله حتى الآن. كل ما أقصى ما تطلبه حكومة نتنياهو، والتي تضم الكثير من المتطرفين، بأنها تريد تطبيق 1701 وانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني. وهناك من يتخوف أن هذه الضربات لا تسعى إلى تطبيق القرار 1701 أكثر من أنها تسعى إلى توسيع هذه المواجهة. هناك من يصف ما يحصل الآن في المنطقة بأنها حرب موسعة لكنها مضبوطة. حرب مضبوطة هو التعبير الدقيق جدا، لأن كلا الطرفين يعني عم يلعبوا بالإطار المتفق عليه بشكل غير مباشر أو من خلال الوسطاء. حين يحصل تصعيد من هنا، يتم الرد عليه بتصعيد بالمقابل، بتصعيد بذات المستوى تقريبا. إلا هذا الاستهداف الذي حصل اليوم هو تصعيد استثنائي كما ذكرنا في البقعة الجغرافية، بأنه حصل في داخل الضاحية الجنوبية. وبالنسبة للشخصية ولدورها في التركيبة العسكرية والأمنية لحزب الله، ولكن هل الجميع يسأل هل الرد سيكون أن يذهب حزب الله بتصعيد أيضا استثنائي وكبير؟ إذا إيران لا تريد، تتوقع هو قادر على اتخاذ هذا القرار من دون موافقة طهران؟ مستحيل، هذا الأمر مستحيل أن يحصل من دون موافقة طهران، لأن بالنسبة لطهران أي أمر خارج الحرب المضبوطة حاليا يمكن أن يشكل تهديد وجودي لحزب الله، وبالتالي هذا الأمر معنية فيه طهران بشكل مباشر. أما الآن هذه الاغتيالات أو المناوشات في الجنوب، واغتيال هذا القائد هنا وقائد آخر هناك، أو تدمير قرى الجنوب أو تشريد الجنوبيين، هذا الأمر لا يتوقف عنده الإيراني أو يأخذه كثيرا بعين الاعتبار، بقدر ما أنه يحاول حاليا، سيحاول أن يكون رد لحفظ ماء الوجه ليس أكثر، وفي إطار مضبوط، وفي إطار تبادل الرسائل التطمينية ما بين طهران وواشنطن. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب السياسي مروان الأمين على كل هذه الإيضاحات. تبحث عنه الولايات المتحدة منذ 3 عقود، صنفته إرهابيا عالميا، رصدت
ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عنه. من هو فؤاد شكر الذي استهدفته إسرائيل بغارة في الضاحية الجنوبية في بيروت ردا على هجوم مجد الشمس؟ في حدا على الأرض ما حدا. هنا بدأ الرد وانتهى، سواء حقق هدفه أم لا، رغم أن الهدف كان كبيرا. فؤاد شكر أو الحاج محسن كما يلقب في أوساط حزب الله. بحسب الاعتبارات الإسرائيلية، شكر هو ثاني شخصية في حزب الله بعد حسن نصر الله، وهو المستشار العسكري لحسن نصر الله والمسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله. تقول واشنطن إن شكر يخدم في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله المعروف باسم مجلس الجهاد. كان شكر زميلاً مقرباً لقائد حزب الله المتوفى عماد مغني. لعب الحاج محسن دوراً محورياً في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 من أكتوبر عام 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة 128 آخرين. كانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه. في 10 سبتمبر عام 2019 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية شكر كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224. نحن في تغطية خاصة لهذه التطورات في لبنان ومقتل المعاون الجهادي لأمين عام حزب الله، فإن الأحداث في العراق ليس ببعيد، إذ سقط عدد من القتلى والجرحى في غارة تعرضت لها مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب العراق. صادر الحدث قالت إن القصف استهدف مصنعا للمسيرات تابع للجماعة، بينما تحدث إعلام محلي عن سقوط ما لا يقل عن 7 قتلى في هذه الغارة. نقترب أكثر من هذه التطورات، ومدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد ينضم إلينا من بغداد. ماجد، مرحبا بك، آخر التطورات من عندك حول هذا الاستهداف الأخير في بابل جنوب البلاد. نعم، عمليا بحسب مصادر الحدث أنه 7 قتلى وخمس جرحى، بعض حالات الجرحى خطرة جراء القصف الجوي. بحسب المصادر الأمنية بأنه هناك قصف جوي استهدف مقار اللواء 47 في الحشد الشعبي، وهو لواء تابع لكتائب حزب الله في منطقة الإسعادات في جرف الصخر. حدثت انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء محافظة بابل نتيجة استهداف مخازن الأسلحة التابعة لكتائب حزب الله، وكذلك مقار للدبابات في هذه المعسكرات. منطقة جرف الصخر تضم معسكرات تابعة لكتائب حزب الله والنجباء والعصائب وبدر وسيد الشهداء، كانت قد استهدفت لأكثر من مرة. وبحسب المصادر الأمنية بأن هذه الانفجارات ناجمة عن هجوم جوي استهدف هذه المقرات. ربما هذا الهجوم الجوي يكون مرتبط بعملية استئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية، خاصة أنه قبل أسبوع من الآن كان هناك هجوم على قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية بطائرات مسيرة وصواريخ، قامت القوات الأمريكية بإسقاطها، وأيضا سقطت عدد من الصواريخ داخل هذه القاعدة لكن بدون إصابات أو قتلى في صفوف قوات التحالف الدولي. ما زالت القوات الأمنية تطوق المكان، وهناك جهات من فرق الأدلة الجنائية تقوم برفع أجزاء من الصواريخ لمعرفة الجهة التي قامت بعملية القصف على مقر الحشد الشعبي. البيان الذي صدر
من قبل هيئة الحشد الشعبي وتحدث عن انفجارات ولم يتحدث عن الهجوم الجوي في انتظار استكمال التحقيقات، وربما يكون هناك بيان آخر من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة المتمثلة برئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني. هذه الفصائل المسلحة أيضا منخرطة بهجمات ضد إسرائيل خاصة كتائب حزب الله وسيد الشهداء وكذلك النجباء، كانت قد أعلنت لأكثر من مرة عن عمليات استهداف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت فيها العمق الإسرائيلي. وهذه الفصائل المسلحة أيضا هي من ضمن غرفة العمليات التابعة لحزب الله اللبناني، وأيضا شاركت في عمليات مع الحوثيين من خلال بيانات أصدرت أو صدرت بشكل مشترك ما بين الحوثيين والفصائل العراقية. وكما أشرت بأن هذه المنطقة كانت قد وصفت لأكثر من مرة من قبل القوات الأمريكية، وتم الإعلان بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة بأنها استهدفت ما أسمتها بالميليشيات في تلك المنطقة، لكن القصف الذي تم اليوم ما زال حتى هذه الساعة مجهولا ولم يتم التبني إن كان من قبل قوات التحالف أو قبل الجهة التي قامت بالهجوم باتجاه معسكرات الحشد الشعبي. إذن بحسب مراسل الحدث، فرق جنائية تقوم بإزالة بقايا صواريخ لمعرفة الجهة المنفذة لهجوم باب العلا. كل حال شكرا جزيلا لك من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميدي على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن طائرات مقاتلة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية لتصفية القيادي بحزب الله فؤاد شكر. وكشف هاجاري أن فؤاد شكر قاد قتال حزب الله ضد إسرائيل منذ 8 أكتوبر. مساء اليوم قام الجيش بشل عملية محددة ومركزة في بيروت، واستهدفت شكر المعروف باسم محسن وهو من أكبر قادة حزب الله العسكريين وهو قائد الوحدة الاستراتيجية في حزب الله. فؤاد شكر كان اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، وهو مستشاره في التخطيط وتنفيذ وإصدار تعليمات لتنفيذ العمليات. فؤاد شكر كان القائد المسؤول عن مجزرة مجدل شمس التي قتل فيها 12 طفلا. أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هنس بلاس هارت عن قلقها البالغ إزاء القصف الذي نفذته إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت وخلف العديد من الضحايا المدنيين. أكدت المنسقة الأممية على أنه لا حل عسكري للوضع الراهن في لبنان، لكن الجهود الدولية تتواصل وبشكل وثيق مع الأطراف المعنية لمنع التصعيد في المنطقة. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. لانا أهلا بك من جديد، آخر التطورات من عندك. أهلا بك. فعليا الجيش الإسرائيلي كان قد أكد في بيان رسمي له أنه بالفعل نجح باغتيال فؤاد شكر، وتعتبره إسرائيل طبعا أحد الأسماء البارزة والقيادي العسكري البارز أيضا في حزب الله، وهو طبعا حسب الادعاءات الإسرائيلية مسؤول عن عدة رشقات صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني، وهو أيضا رئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم. وبالتالي هذا الاسم هو اسم بارز ومهم بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي اغتياله تعتبر ضربة قوية لحزب الله. أما بالنسبة للترقب من ناحية أخرى في الشارع الإسرائيلي وأيضا في سلاح الجو والدفاعات الجوية الإسرائيلية التي رفعت بالأساس إلى الجاهزية العليا، وأيضا حالة من الترقب الكبيرة في جميع المناطق الشمالية، أيضا كانت الجبهة الداخلية قد طلبت وأكدت بفتح الملاجئ أيضا في العمق الإسرائيلي في تل أبيب ونهارية وهرسلية وعدد من المناطق الأخرى. هذا دليل بأن إسرائيل ربما تخشى أن يكون الرد من حزب الله يصل إلى العمق الإسرائيلي كما فعلت إسرائيل بالوصول إلى العمق اللبناني والاستهدافات في بيروت. وبالتالي هناك على ما يبدو لإسرائيل عدة سيناريوهات تتبعها حتى تكون جاهزة بشكل كامل إذا كان هناك رد مفاجئ من حزب الله سواء في الجبهة الشمالية أو حتى في العمق الإسرائيلي.
طيب فيما يتعلق بالوضع العام في إسرائيل، هناك ترقب من قبل قيادات الجيش العسكرية بشكل الرد المتوقع، كيف يتم تناقل هذه المعلومات؟ هل يتوقعون ردا من الحزب كبير يطال العمق الإسرائيلي؟ بالفعل التقديرات الإسرائيلية حقيقة تتحدث بأنه من المتوقع أن يكون رد غير اعتيادي، بمعنى هو ليس فقط توجيه صاروخ أو صاروخان على المستوطنات الشمالية كما يحدث بشكل اعتيادي منذ أشهر، إنما التقديرات في إسرائيل تقول أن ربما بالفعل حزب الله يرد بشكل غير اعتيادي، ولكن بنفس الوقت هو لا يريد أن تتوسع الحرب لحرب إقليمية أو حتى حرب موسعة بين إسرائيل وحزب الله. لذلك سوف يكون رده نوعا ما يعني أعمق أو أكبر من الصواريخ الاعتيادية التي نشهدها، ولكن بنفس الوقت سوف يحرص أن لا تتطور الأمور إلى حرب كبيرة وبالتالي إلى حرب إقليمية. لانا كولغاسي شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من القدس كنت معنا، سنعود إليك حالة جديد. نذهب إلى بيروت، من هناك مراسلة الحدث غنوة يتيم، مرحبا بك غنوة، آخر الأخبار والتطورات من عندك فيما يتعلق ببيان حزب الله المرتقب، أي تصريحات جديدة؟ حتى الآن اللافت أن حزب الله لم يصدر أي بيان ولم يعلن رسميا عن اغتيال فؤاد شكر خلال هذا الاستهداف الذي حدث مساء اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية. عدد القتلى وصل حتى الآن من الضحايا المدنيين إلى 3، بينهم طفل وطفلة وامرأة. أيضا عدد الجرحى بحسب وزارة الصحة وصل إلى 74، ولكن هذا العدد غير نهائي لأن العمل لا يزال يعني جاري على رفع الأنقاض. طبعا يعني هناك حالة ترقب وخوف لدى اللبنانيين. كان هناك بيان صدر لرئاسة الحكومة طالبت فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وبالطلب من إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان، وأيضا بيان الحكومة قال بأن لبنان يحتفظ بحق الرد على هذا الاستهداف، ولكن كما ذكرنا حزب الله لم يعلن عن أي تعليق، لم يعلق بأي شيء إن كان عن موضوع الاغتيال أو عملية مكان الاستهداف، خاصة وأنه قبل هذا الاستهداف كان قد حذر بأنه إذا كان هناك خرق لقواعد الاشتباك كاستهداف مناطق مثل بيروت أو ضاحية بيروت الجنوبية أو مطار بيروت سيكون هناك رد في عمق إسرائيل. أيضا كان هناك بيان لمنسقة الأمم المتحدة في لبنان أيضا دانت فيه الموضوع التعرض يعني استهداف منطقة مكتظة بالمدنيين مثل حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، وقال البيان بأنه لا يمكن للأعمال العدائية أن تشكل بابا للحل بين المعارك الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، وبأن الحل دائما يكون بالعودة إلى القرار 1701. سيكون هناك يوم غد اجتماع طارئ لحكومة تصريف الأعمال من أجل دراسة ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الأوضاع وما هي الخطوات التي يمكن للحكومة أن تتخذها، علما بأن الحكومة كان لديها اجتماعات خلال الفترة الماضية إن كان مع لجنة الطوارئ التي أسست منذ بداية هذه الحرب أو مع وزارة الصحة من أجل تحضير المستشفيات في حال كان هناك أي هجوم أوسع أو أي حرب شاملة، علما بأن اليوم كان هناك يعني عدد أيضا كبير من الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات التي تحيط بمكان الانفجار وأيضا مستشفى جعيتاوي الذي يبعد قليلا عن تلك المنطقة. طيب غنوة، كيف يتابع الشارع اللبناني مسألة الاجتماع الطارئ الذي سيعقد هذا اليوم؟ الاجتماع الطارئ سيعقد هذا اليوم صباح هذا يعني نحن دخلنا هذا اليوم التالي صحيح، ولكن
صحيح، يعني سيعقد عند الساعة 8:30 صباحا بتوقيت بيروت، ولكن فعليا الشارع اللبناني لا يعول كثيرا على الحكومة، لأنهم يعتقدون بأنه أصلا هذا الاجتماع الذي وصفته الحكومة بالطارئ كان من المفترض أن يعقد لحظة وقوع الاستهداف. نعم. وبأن الحكومة يعني فعليا يجب أن تتخذ إجراءات أكبر، أن تتواجد أكبر خاصة بشكل أكبر خاصة في مكان الاستهداف. ولكن يعني الحكومة كان يعني عمل هذه الحكومة بحسب البيانات التي كانت تصدر عن رئاسة حكومة تصريف الأعمال كانت قد بدأ في الأيام الماضية عبر تلقي الاتصالات الدولية ومحاولة إيجاد حل لهذه يعني لهذا السيناريو قبل أن يبدأ، بأن يكون هناك يعني كان هناك حركة دبلوماسية، قيل بأن بيروت وضحيتها ومطار بيروت سيكونون بمنأى عن هذه الضربة، ولكن بعض الدبلوماسيين كانوا قد يعني أعطوا معلومات بأن ربما إسرائيل لن تستمع إلى هذه النصائح الدولية، وهو ما حدث هذا اليوم. كان هناك مطالب من الحكومة أن تضغط على حزب الله بأن لا يكون الرد على هذا الاستهداف أكبر، بمعنى أن ندخل في دوامة من الاستهدافات، وربما هذا الأمر سيؤدي إلى حرب شاملة. وإيران كانت قد ذكرت بأنه الحرب الشاملة ستعني بأنها أيضا يعني ستتدخل وستعني حرب حرب إقليمية. اليوم وصل إلى بيروت ممثل عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، ومن المفترض أن يلتقي غدا عدد من المسؤولين. أيضا القرار 1701 سيكون النقطة الأساسية في تلك اللقاءات، وهو القرار الذي يجمع عليه المجتمع الدولي بأن الحل يجب أن يكون مبنيا عليه. الحكومة اللبنانية كانت قد ذكرت دائما أيضا بأن القرار 1701 سيكون مخرج لهذه الأزمة، ولكنها تشترط دائما بأن تطبقه أيضا إسرائيل، لا أن يكون فقط أن يكون هناك يعني سحب المظاهر المسلحة أو سحب سلاح حزب الله خاصة من منطقة جنوب الليطاني، بما يعني أن إسرائيل أيضا عليها أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها، الأراضي اللبنانية التي تحتلها. هناك أيضا زيارة مرتقبة لوزير الدفاع البريطاني ووزير الخارجية البريطاني، ولكن حتى الآن السفارة البريطانية لم تنفي أو تؤكد هذه الزيارة التي شكرا. من المفترض أن تحدث خلال هذا الأسبوع، أيضا الهدف منها تهدئة الأوضاع. شكرا لك يا غنوة يتيم حتى اللحظة على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت، سنعود إليك في حال جد أي جديد. نذهب إلى واشنطن، تنضم إلينا من هناك مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط والباحثة السياسية بمعهد وودر وورلسون سابقا الأستاذة هبة القدسي، مرحبا بك. الموقف الأمريكي كان قد صرح من مانيلا لويد أستن بأن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل، نتحدث عن ضربة في الضاحية الجنوبية، كان اغتيال فؤاد شكر يعتبر من الجيل الأول، العمل استخباراتي كبير جدا. هل تعتبر الولايات المتحدة إن كانت أعطت أي معلومات استخباراتية إلى إسرائيل جزء من الدفاع عن إسرائيل؟ هنا السؤال بمعنى هل للولايات المتحدة دور في هذه العملية الإسرائيلية، أو على الأقل كانت تعلم بحيثياتها؟ يعني أنا خلال الساعات الماضية تحدثت إلى عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية، وعدد من المسؤولين السابقين المعنيين أو الذين كانوا منخرطين في عملية السلام في الشرق الأوسط. ما علمته من مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن العكس هو ما حدث، أن إسرائيل كان لديها معلومات استخباراتية وأخبرت الإدارة الأمريكية بعملية الاستهداف لفؤاد شكر قبل فترة وجيزة من تنفيذ العملية، وكانت هناك مناقشات وجيزة حول الجوانب اللوجستية وتفاصيل العملية التي ترغب إسرائيل في تنفيذها. هذه الضربة تخطت الحدود أو النصائح التي وضعتها واشنطن فيما يتعلق بعدم استهداف
العاصمة اللبنانية بيروت، لكنها في نهاية الأمر الإدارة الأمريكية أكدت على لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس أن أمن إسرائيل يعني التزام أمريكي ثابت وقوي، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، خاصة بعد الاتهامات الإسرائيلية أن فؤاد شكر كان هو المسؤول عن تخطيط وتنفيذ عملية مجدل الشمس في مرتفعات الجولان. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية بالرغم من تأييدها لهذه الضربة الإسرائيلية وتأكيدها على ضمان أمن إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن حزب الله، إلا أنها لا ترى أن الرد القادم من حزب الله لن يكون كبيرا، بما يؤدي إلى تصعيد المواجهات وإلى حرب شاملة في المنطقة. نرحب بضيفي أيضا من بيروت، الكاتب الصحفي الأستاذ أسعد بشارة، أيضا من بيروت الخبير العسكري العميد يعرب صخر. مرحبا بكما. أستاذ أسعد، هل يتخذ الحزب ردا يكون مكلفا عليه أكثر من هذه الكلفة، ويكون مكلفا أيضا على لبنان؟ لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن حزب الله منذ الثامن، صباح الثامن من تشرين، اكتفى بعملية وسطية، يعني سماها حرب مساندة، بضع عمليات اتخذت طابع المناوشة، وكان الهدف منها يعني عدم البقاء على الحياد والقول أنه يساند غزة، ولكن يساند غزة على طريقته بما لا يؤدي إلى استدراج حرب كبرى لا تريدها إيران ولا يريدها حزب الله. سماها الصبر الاستراتيجي، بقي حزب الله تحت سقف الصبر الاستراتيجي إلى الأمس القريب حينما حصلت حادثة مجدل الشمس، وبالتالي أتى الرد الإسرائيلي الذي نقل المواجهة إلى مرحلة مختلفة. الآن السؤال هناك، يعني كيف سيرد؟ ماذا سيرد؟ هل سيضرب العمق الإسرائيلي؟ هل سيطلق صواريخ بعيدة المدى ودقيقة باتجاه تل أبيب والمنطقة الآهلة في إسرائيل الكبيرة التي هي تل أبيب وضواحيها، أم سيكتفي بضرب حيفا، محاولة ضرب حيفا؟ أعتقد أن انتظار صدور بيان حزب الله الذي يؤكد أو ينفي مقتل القائد الميداني الأول العسكري فؤاد شكر، لهذا الانتظار له معناه وله مغزاه. فعدم صدور هذا البيان، عدم صدور أي موقف، البدأ بنفي من أوساط وليس رسمية من حزب الله، من أوساط قريبة من حزب الله، نفي نجاح إسرائيل في عملية الاغتيال، ثم الآن الانتقال إلى مرحلة نكران النفي، يعني لا يوجد أي نفي ولكن لا يوجد أي تأكيد، بانتظار صدور هذا البيان. هذا الانتظار يعكس أن هناك دراسة معمقة لدى حزب الله ولدى إيران، لأن القرار ليس فقط قرار حزب الله، هو القرار الإيراني برسم الخطوط المعينة لهذا الرد. وبالتالي إذا كانت إيران، وأعتقد أنها ما تزال في موقع عدم استدراج حرب كبرى تستدرج تدخلا أمريكيا ربما، فإن هذا الرد سيكون ردا معقولا ولن يتخطى الخطوط الحمر، ولن يؤدي ربما إلى استدراج رد فعل إسرائيلي آخر. وبالتالي إذا ما حصل هذا السيناريو، تكون العودة إلى مرحلة ما قبل مجدل الشمس ممكنة، تماما كما حصل بعد اغتيال إسرائيل لقادة الحرس الثوري، حيث سجل رد إيراني بالتنسيق ومعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ردت إسرائيل بشكل صوري وانتهت الأمور عند هذا الحد. ذاك السيناريو مرشح لأن يطبق اليوم بعد الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى احتمال مقتل فؤاد شكر. طيب، نرحب بالعميد يعرب صخر. كان في واحدة من أبرز الخطابات بعد 8 أكتوبر عندما تحدث النصر الله بأن إذا استهدفتم أبنية في الضاحية سنستهدف أبنية في تل أبيب. هنا أسأل عن الحسابات العسكرية في أي رد من قبل الحزب مع ما صرح به في السابق. نعم، مساء الخير، حياكم الله، وتحياتي لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام.
عزيزي، أنا أنتقل من التساؤل إلى التحليل وأرسم إطارا معينا. ما قبل صاروخ مجد الشمس كان هناك خطان متوازيان في التعامل الإسرائيلي مع جبهة حزب الله. الميل الأول هو في استهداف المواقع والمؤثرة ومراكز القيادية ومخازن الذخيرة والصواريخ إلى ما هنالك هنا وهناك، ليس في لبنان إنما في سوريا وحتى في العراق وحتى في اليمن. هذا بالتوازي مع اصطياد وممارسة حروب الجيل الخامس والحروب السبرانية المرتكزة على الاغتيالات وصيد الرؤوس من الصف الثاني والثالث، ورأينا كيف تراكم أعداد القوات المنتخبة من حزب الله التي قاربت 500 حتى الآن. هذا كله ما قبل مجد الشمس في الصف الثاني والثالث. ما بعد مجد الشمس، إسرائيل قالت أن قواعد الاشتباك سوف تتغير، وبالفعل انتقلت إلى مصاف الاغتيالات في الصف الأول وطورت عملياتها على الأرض بالتوازي بالخطين كما تكلمت، وصعدت من عملياتها وأخذت تتناول بالتوازي الصف الأول. وأنا قلت لكم على قناتكم البارحة أن إسرائيل بصدد تطوير عملياتها نحو الصف الأول، وقد حدث ما حدث بفؤاد شكري. نعم. طيب أستاذة هبة من واشنطن، الآن أمريكا مسألة حماية منع الانزلاق إلى حرب موسعة مع هذه الضربة التي يعتبرها الحزب هي واحدة من أبرز خطوطه الحمراء. عفوا، سؤال غير مسموع. أستاذة هبة، مسألة حماية وقدرة الولايات المتحدة على العمل على منع انزلاق الحرب اليوم إلى حرب موسعة مع ما يقول دائما الحزب بأن الضاحية الجنوبية في بيروت هي واحدة من أبرز الخطوط الحمر للحزب، إسرائيل استهدفتها اليوم واستهدفت قيادي كبير. أولا، هناك توافق أمريكي مع إسرائيل في ضرورة الرد برسالة قوية على حزب الله، وكما قال ضيوفك الاستهداف الآن يتجاوز المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة، واستهداف الصف الثاني والثالث من قادة حزب الله إلى استهداف القيادات القريبة من حسن نصر الله. فالجانب الأمريكي يؤيد هذه الضربة الإسرائيلية ويضع بعض التوقعات والخطط. هو الجانب الأمريكي يتوقع أن يكون هناك رداً من جانب حزب الله بإطلاق وابل من الصواريخ مما يملكه الحزب من لبنان، لكن مدى وإطار هذه الضربات الصاروخية ستكون محدودة جغرافيا. وحتى بافتراض ما روجه حزب الله أنه سيتم التوقف عن هذه الاشتباكات والضربات المتبادلة مع إسرائيل إذا توقفت الحرب في قطاع غزة، فإن الرؤية الأمريكية لا تشير إلى أن هذا سيؤدي قطعا إلى توقف الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، بل سيكون ما يشبه حرب استنزاف خلال الفترة القادمة. من جانب آخر، هناك مشاورات غير مباشرة بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني، رغم أنها غير مباشرة لكن الطرفان لديهما رؤية مشتركة أنه لابد من تجنب التصعيد، وبالتالي حتى إرسال بوارج أمريكية إلى شرق البحر المتوسط، إعلانات أمريكية وتصريحات بالالتزام بأمن إسرائيل والدفاع عن إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كلها تتوقف عند توقعات أن تكون ردود محدودة من حزب الله مقابل يعني أن يتم احتواء الأمر
كما حدث في أعقاب الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، وما حدث من ضربات إيرانية على إسرائيل انتهت إلى خسائر طفيفة لدى الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، وبالتالي يمكن تقبل بعض الضربات من قبل حزب الله لا تؤدي إلى خسائر مدنية ولا تؤدي إلى خسائر في البنية التحتية داخل إسرائيل ولا تستهدف مواقع عسكرية هامة إسرائيلية، وبالتالي ستضغط إسرائيل ستضغط الولايات المتحدة إلى إيقاف الأمر عند هذا الحد وإلى نشر نوع من التواجد العسكري الكبير والانتقال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتفعيل القرار فيما يتعلق بالانسحاب إلى ما وراء خط الليطان. أستاذ أسعد، كيف نفهم حتى هذه اللحظة مسألة الغموض في عدم التعليق على هذا الاستهداف الضاحية من قبل الحزب، مع العلم وتابعت أكيد على الهواء مباشرة مسألة اللغط في محاولة نفي اغتيال شكر؟ أولا لهذا الأمر يمكن أن يكون هناك سببان. السبب الأول هو أنه تجري في إيران بالطبع مشاورات لتحديد طبيعة الرد. سيكون هناك رد، لكن هذه الردود يعني يمكن أن نتخذ من الرد على اغتيال قاسم سليماني إذا عدنا كثيرا إلى الوراء، إلى اغتيال قادة الحرس الثوري، إلى الاغتيالات التي حصلت. كنا يعني نلاحظ أن إيران تقف تماما خلف الخطوط الحمر ولا تتجاوزها. ما كشفه الرئيس الأمريكي الأسبق يومها دونالد ترامب عن أنه علم مسبقا بأن هناك ردا إيرانيا صوريا هو أيضا نموذج. ما حصل بعد اغتيال قادة الحرس الثوري هو أيضا نموذج. إيران أبلغت بأنها ستطلق مسيرات وصواريخ على إسرائيل، وكان هناك استعداد لرد كل هذه المسيرات والصواريخ. بالتأكيد فؤاد شكر من حيث التراتبية الأمنية والعسكرية له أهمية كبرى في حزب الله، ولكن لن تتجاوز أهميته أهمية قاسم سليماني أو قادة الحرس الثوري. وبالتالي من عض على الجرح في تلك الاغتيالات يمكن أيضا أن يطبق سيناريو مشابه ويساعد على ذلك. اعذرني على المقاطعة، فقط نريد أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل. إذا مسؤول أمريكي للعربية إنجليش يقول بأن الجيش الأمريكي نفذ غارة جوية في العراق، وأن الغارة استهدفت عناصر حاولت شن هجوم بأنظمة جوية. إذا الجيش أو المسؤول الأمريكي للعربية إنجليش يتحدث عن استهداف الجيش الأمريكي بغارة في العراق، يعني تطور أيضا لافت فيما يتعلق بهذه الغارة. نكمل معك الفكرة أستاذ أسعد ثم نعود ونسأل ضيفنا أيضا العميد يعرب حول هذا التطور. تفضل أستاذ أسعد. فأذن السببان هما أولا يعني التفكير بما يمكن فعله، لأنها ضربة قاسية ولن تمر بدون رد، لأن إيران يهمها حفظ ماء الوجه في عملية الردود كما فعلت في قادة الحرس الثوري الإيراني، وكما فعلت في قاعدة عين الأسد بعد اغتيال سليماني، وكما سيفعل حزب الله الآن. ولكن هذا يعني حفظ ماء الوجه، هذا أنهم قاموا بالرد، لن يتجاوز حد استدراج ضربة إسرائيلية كبرى إيران لا تريدها، وتحتفظ بقنوات التواصل مع الأمريكيين لمنع حصولها. وباعتقادي ختاما بهذه النقطة أن القنوات الأمريكية الإيرانية هي جاهزة للعمل فعلا للتنسيق لعدم الانتقال إلى حرب كبرى، يعني أيا كان شكل الرد الذي سيتم القيام به من قبل حزب الله. أخيرا هنا نقطة، يعني أنا أشارت في البداية لأنه التأخير في صدور موقف رسمي عن حزب الله قد يكون أيضا محاولة للاستثمار الوقت في يعني إبقاء إسرائيل بحالة استنفار كامل لفترة تطول عن ساعات،
وهذا أيضا يحقق أهدافا معينة من ضمن لعبات الحرب النفسية. طيب أعود إلى العميد يعرب. عميد، كيف نتابع هذه التطورات على الساحة العراقية؟ مسؤول أمريكا العربية إنجليش يتحدث عن استهداف فصيل مسلح كان يحاول شن هجوم بأنظمة جوية. سيد العزيز، علينا أن نعلم أولا أن هناك حوالي 2400 جندي من قوات النخبة في شرق الفرات، قوات النخبة الأمريكية، وهي موجودة منذ ما قبل 7 أكتوبر، وقد تعزز وجودها ما بعد 7 أكتوبر بالتزامن مع أن البحر الأبيض المتوسط قد عج وضج بالحاملات الطائرات والمدمرات وكل الأسلحة الهجومية الأمريكية، لأن ما تهدد هو وجود إسرائيل وأمن إسرائيل، لأن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط كانت قائمة على 3: أمن الطاقة، أمن الخليج، وأمن إسرائيل. كله متغير إلا أمن إسرائيل فهو الثابت. ما حادثة مجد الشمس البارحة أو منذ يومين تشبه حادثة 7 أكتوبر، وتصاعد الأمور وإمكانية انفلاتها وعدم السيطرة عليها. كذلك اليوم أتت بوارج أمريكية إلى البحر المتوسط للحفاظ على أو تداركا لما قد تتطور أو تؤول إليه الأمور إذا رد حزب الله على العملية. هذا هو المشهد. ولكن نتوقع رد الآن فيما يتعلق بحزب الله العراقي بعد هذا الهجوم. نتحدث عن هجوم مباشر من الولايات المتحدة، ونحن نعلم بالهدنة الموجودة فيما يتعلق بهذه المجموعات المسلحة في الهجوم على القواعد الأمريكية الموجودة هناك. سيدي، قد نفذتها سابقا أمريكا وتنفذها اليوم، لأن المغزى والمشهد يشي أن أمريكا هي الضابط الأول في منطقة الشرق الأوسط، تريد أن تحصر العملية في لبنان ولا تريد أن تتجاوز الأمور هذه الساحة، كون التهديدات كانت بقدوم ميليشيات عراقية وزينبيون وفاطميون وباكستانيون إلى آخره، وكله يتجمع في العراق، والحاجز بينهم وبين لبنان هو ما قلت لك 2400 ألف من قوات النخبة مع حاملات الطائرات في البحر المتوسط. هنا حصر الأمور في لبنان، فإذا هذه هي السياسة الأمريكية أولا، وأكثر من ذلك حصرها في المناطق غير الشرعية اللبنانية. إذ بالأمس قد أفضت الدبلوماسية ودبلوماسية النار كذلك أفضت إلى تجنيب لبنان الرسمي والسيادي برموزه ومرافقه ومرافئه، يعني المطار والمرافق والجسور وطرق المواصلات والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية. أفضت الدبلوماسية إذا أقدمت إسرائيل على ذلك أن تتجنب كل ذلك. إذن إسرائيل حجتها أنني ضربت في الضاحية الجنوبية، ضربت في الأماكن غير الرسمية اللبنانية، ومن ميل آخر أنا خدمتك يا أمريكا، قد اقتنصت لك رأسا كنت قد وضعت له 5 ملايين دولار مكافأة. نعم. طيب أستاذة هبة، هذا الهجوم الأمريكي على واحدة من المجموعات المسلحة في العراق يخلط الأوراق في هذا التوقيت الحساس؟ لا أعتقد، يعني أنا على شاشتكم منذ يومين ذكرت أنه هناك توقعات بمثل هذه المحاولات للهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية وبصفة خاصة في العراق، وكان هناك وضع استنفار واستعداد لأي تحركات يمكن أن تقوم بها فصيل حزب الله في العراق أو فصائل عصائب أهل الحق أو فاطميون أو زينبيون أو غيرها من الفصائل العراقية الموالية لإيران. وبالتالي هذا الاستعداد الأمريكي لكل السيناريوهات المتوقعة، بالسيناريو المتفائل أن تؤدي فقط ضربات حزب الله. صح. طيب نذهب إلى ندعك ترتاحي. صح الأستاذة هبة.
أعود إلى الأستاذ أسعد بشارة. أسألك أستاذ أسعد بشارة الآن، هل يمكن أن تضغط الحكومة اللبنانية الرسمية فيما يتعلق بدفع حزب الله على عدم الرد بشكل يجر البلاد إلى حرب مباشرة؟ ليس لديها الإمكانية ولو بنسبة 1%. رأينا تصريح وزير مواقف وزير الخارجية، كانت وكأن وزير الخارجية يجلس في المقعد الخلفي فيما حزب الله يقود وراء المقود، وبالتالي وكأنه الناطق الرسمي باسم سياسات يقررها حزب الله وينفذها حزب الله حتى دون التشاور. أو يعني حزب الله لا يد حتى لأنه لا يدعي أنه يضع الحكومة اللبنانية بما سيقوم به. القرار لدى حزب الله هو قرار يبدأ في الضاحية الجنوبية ومصدره طهران، هو جزء من محور. أما الحكومة اللبنانية للأسف فهي أيضا لا تدعي أنها تملك القرار والقدرة وهامش المناورة على يعني حتى التمني على حزب الله بتغيير سياساته. نتذكر جميعا أن رئيس الحكومة قال بكل وضوح قرار الحرب ليس لدينا، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما زار فرنسا والتقى الرئيس ماكرون عاد بمحاولة للقول يجب الفصل بين ملفي غزة ولبنان، ثم دفنت هذه المحاولة في مهدها. لماذا؟ لأن حزب الله رفضها بشكل تام وأصر على أن الربط بين غزة وملف لبنان لن يفك طالما الحرب قائمة في غزة وربما ما بعد الحرب في غزة. بالتالي جوابا على سؤال حضرتك، يعني هل يمكن أن نشهد موقفا من الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية؟ لن نشهد أي موقف إلا ما يكون يعني متماهيا ومتناغما مع ما يخطط ويقرر حزب الله. أما بالنسبة إلى ردود الفعل الشعبية والسياسية فالواضح أن البلد مقسوم، هناك أغلبية وازنة ووازنة جدا ترفض ما يقوم به حزب الله، ترفض هذه الحرب التي تكلف لبنان فيما هو يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة ومخيفة، ترفض أن يكون لبنان ساحة لطهران، ترفض أن يكون لبنان جزءا من محور طهران في المنطقة، ولكن هذا الرفض يبقى رفضا يعبر عنه على المنابر وفي الساحات وفي المنتديات وفي التصاريح السياسية والمواقف السياسية. نعم. ليس له للأسف أي ترجمات حتى الآن. أعود إلى الأستاذة هبة لتكمل معنا الفكرة قبل أن أذهب من جديد للعميد يعرب. تفضل أستاذة هبة. عفوا على سلامتك، تفضلي. أشكرك. يعني أنا كنت أتحدث عن السيناريوهات التي تتجهز لها الولايات المتحدة، بما فيها هذا السيناريو المتفائل أن يكون هناك فقط ردود من جانب حزب الله تكون محدودة الأهداف ومحدودة من الناحية الجغرافية ومن المدى ومن الخسائر، لكن هذا لا يعني أن مستويات القلق ومستويات الترقب والاستعداد عالية المخاطر واحتمالات حدوث حوادث خارجة عن إطار هذه الحسابات. نعم. الأمريكية الإسرائيلية وحتى خارج حسابات حزب الله يمكن أن تطرأ نتيجة لسوء التقدير أو سوء الحسابات أو ما يطلق عليه miscalculation، وبالتالي المخاطر التي تستعد لها الولايات المتحدة ترسم لها سيناريوهات عديدة، سواء ما يتعلق بالحدود اللبنانية الإسرائيلية أو ما يتعلق باستغلال المواقف من بعض وكلاء إيران في العراق أو في اليمن أو في منطقة الخليج لمحاولة تشتيت التوجهات الأمريكية، أو ما يتعلق أيضا بالداخل الإسرائيلي والحرب الدائرة الإسرائيلية في قطاع غزة. وبالتالي هناك تحرك موازي فيما يتعلق باحتمال إجراء مفاوضات الأسبوع القادم لإبرام صفقة وقف إطلاق النار، على أساس أنه إذا تم بعض الردود من قبل حزب الله على الجانب الإسرائيلي وكانت الضربات محدودة
فإنه يمكن ممارسة ضغوط على حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار بما يؤدي إلى وقف هذه الاشتباكات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. عميد يعرب، لدى الحزب اليوم القدرات على الرد بحجم هذا الاغتيال مع الأخذ بالاعتبار ما قالته الأستاذة هبة وهو شكل وضبطية هذا الرد حتى لا يوسع الحرب؟ لا شك أن حزب الله منذ 2006 حتى الآن قد ضاعف قدراته القتالية والعسكرية والأمنية والتجهيزية والصاروخية وعدة وعديدا، وهم صرحوا بات لدينا 150 ألف مقاتل وأكثر من 100 ألف صاروخ. حزب الله نعم قادر على الرد، لكن علينا أن نميز في فكرة محددة. منذ اندلاع حرب غزة وإسرائيل وحزب الله اخترع ما يسمى حرب المساندة، لا ساند غزة ولا أضر بإسرائيل ولا أضر إلا بلبنان، وأصبح جنوب لبنان غزة أخرى. هو لتجنب وتهيبه المشهد بعد 7 أكتوبر، وكانت لديه عنصر المباغتة المناسب كي ينخرط مع حماس، حيث كانت إسرائيل في حالة ضعضعة وزعزعة مهمة، كان يمكن له أن يبرهن لنا أنها فلسطين قضية، لكنها تبين أنها عند كل محور إيران تجارة وليست قضية، فقط هدفها إحضار إيران لتكون مقر رئيسي في ساحة الشرق الأوسط. أنا ضيعت السؤال، وقت انتهى. شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير العسكري العميد يعرب صخر على كل هذه الإيضاحات. إن شاء الله في نشرات أخرى. من واشنطن مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط والباحثة السياسية بمعهد وودر وولسون، سابقا هبة القدسي من بيروت، كان معنا الكاتب الصحفي الأستاذ سعد بشارة. شكرا جزيلا لكم جميعا. بعتقد نحن اخر يمكن يرجعونا لورا رالف، تعرف طبعا حساسيه الوضع. هي 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 تركوا هي هي تركونا 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 تركونا. نتابع الاداء على زميل المصور. من رام الله الصحفي والباحث السياسي نظير طه، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. من وجهة نظركم كيف تتابعون كل هذه التطورات وكيف تنعكس على فلسطين والحرب الموجودة في غزة؟ نعم مرحبا بكم. يعني هذه تطورات خطيرة بطبيعة الحال، ولكن السؤال هو إلى أين ستذهب إسرائيل في تصعيدها، سواء كان ذلك في الجبهة اللبنانية أو في الحرب الدائرة في قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، وما هو الرد المتوقع من حزب الله على مثل هذا الاغتيال إذا ما تم تأكيده بشكل فعلي؟ بالتأكيد الآثار ستكون كبيرة والتداعيات خطيرة على الأوضاع في قطاع غزة وبطبيعة الحال على الجبهة الشمالية ما بين حزب الله وإسرائيل. ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنزع فتيل هذا التصعيد وأن لا تتدحرج الأمور نحو حرب شاملة، فعليها أن تتحرك بشكل جدي من أجل إتمام صفقة لتبادل الأسرى ما بين إسرائيل وحركة حماس، لأن مثل هذا التحرك سيهدئ الأمور والتي تزداد اشتعالا يوما بعد يوم، وخاصة إذا ما علمنا بأن حزب الله يؤكد ويقول بأن مثل هذا التصعيد والاستهداف من جانبه للحدود الشمالية والمستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان هي تشكل جبهة إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولأن المجازر لا تزال تتواصل. وإذا ما أرادت إسرائيل أن توقف مثل هذه الحرب فإن الجبهة الشمالية ستهدأ ولن يكون هناك. ولكن هل نحن بناء على كل هذه المعطيات، إصرار إسرائيل في حديثها على أن الرد قد انتهى، أيضا مسألة الغموض عن عدم حديث الحزب حتى هذه اللحظة عن هذه الضربة، هل نحن ذاهبون إلى
التهدئة بشكلها العام بشكلها الموجود الآن، وهو فقط رد وضربات على الجنوب اللبناني، استهدافات من الحزب تطال الجانب الإسرائيلي، أم لا مسألة توسع الحرب لازال قائم ومتوقف على شكل الرد، رد الحزب الآن؟ هذا صحيح، ولكن الأمر ليس بيد حزب الله أو إسرائيل لوحدهما. الأمر يتعلق أولا بالولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن من يقرر لإسرائيل بشكل فعلي هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يقرر لحزب الله ولأطراف أخرى في منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال إيران. لذلك الرد ربما سيكون مدروس، حزب الله ربما يدرس تداعيات مثل هذه العملية، عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية من لبنان. لذلك أنا أقول أنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة نزع فتيل حرب مرتقبة في الشرق الأوسط، عليها أن توقف الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة، وأن يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من تنفيذ المقترح الذي قدمه بالأساس في أواخر أيار الماضي، وهو المقترح الذي أكد مرارا وتكرارا بأنه مقترح بالأساس إسرائيلي. أما إتاحة المجال لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوضع شروط ومطالب جديدة من حركة حماس، فإن هذا يعني إفشال للصفقة، وبالتالي إبقاء الحرب الإسرائيلية متصاعدة في قطاع غزة. وهناك ربط ما بين هذه الحرب المتصاعدة في قطاع غزة وما بين الحرب وعملية الكر والفر المتصاعدة على الجبهة الشمالية ما بين حزب الله وإسرائيل، وهو الأمر الذي أكده حزب الله مرارا وتكرارا، وإن كانت هناك ربما مصالح من هذه الحرب لطهران بطبيعة الحال، ولكن حزب الله يؤكد أنه ما لم تهدأ الحرب في قطاع غزة ويتوقف التصعيد الإسرائيلي هناك وتنسحب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، فإن جبهة الإسناد كما يسميها حزب الله ستبقى مشتعلة، وستبقى حزب الله يستهدف المستوطنات الإسرائيلية في كريات شمونة. أما الرد على عملية الاغتيال إذا ما أكدها حزب الله، فإن الرد ربما يكون دقيقا ولأهداف عسكرية إسرائيلية كمصانع أو مخازن أسلحة في حيفا أو في تل أبيب، ولكن ربما أيضا تحث الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على عدم الرد مرة أخرى، وهكذا نبقى في دائرة الفعل ورد الفعل. ولعلنا نطرح السؤال، هل فعلا إسرائيل يعني كل هذا الاستهداف الذي قامت به اليوم وخلال الأيام الماضية للبنان وللقصف المتواصل ولعملية الاغتيال اليوم والتي قتل فيها يعني حتى اللحظة طفلين بحسب ما ذكرت مصادر لبنانية، هل كل هذا حرص على الأطفال الذين تم استهدافهم في مجدل شمس؟ وهل بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية بشكل كامل بأن من نفذ هذا الهجوم هو حزب الله؟ وهل الأطفال الذين قتلوا في مجدل شمس هم أطفال إسرائيليون؟ هم أطفال من يعني هم أطفال عرب يتبعون للطائفة الدرزية، وهناك حالة غضب حتى شكرا من لك. أبناء هذه الطائفة من بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومته. من رام الله الصحفي والبحث السياسي نظير طه، شكرا جزيلا لك. في حدا على الأرض هنا؟ ما حدا. هنا بدأ الرد وانتهى، سواء حقق هدفه أم لا، رغم أن الهدف كان كبيرا. فؤاد شكر أو الحاج محسن كما يلقب في أوساط حزب الله، بحسب الاعتبارات الإسرائيلية شكر هو ثاني شخصية في حزب الله بعد حسن نصر الله، وهو المستشار العسكري لحسن نصر الله والمسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله. تقول واشنطن إن شكر يخدم في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله المعروف باسم مجلس الجهاد. كان شكر زميلاً مقرباً لقائد حزب الله المتوفى عماد مغني. لعب الحاج محسن دوراً محورياً في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 أكتوبر 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة 128 آخرين.
كانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه. في 10 سبتمبر عام 2019 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية شكر كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224. إذن مشاهدينا، هذه التغطية الخاصة للتطورات في لبنان ومقتل المعاون الجهادي لأمين عام حزب الله، متواصلة معكم عبر شاشة الحدث. الزميل بصير شتية على رأس الساعة يواصل معكم.